اي ما ذهبتنيش علاش بعدت اليوم اكيد حتى تقول لي تعبت اكيد نستحقوا في تونس العباد اللي خدمت كوره في تونس كيف كنت سوا فيها حمام فلا حتى في الجامعه في الوزاره في علاش ما كانوش هما حاجات كيما هكا ماني كبرت بوزيسيون حاجه الحقيقه ما زالت البركه ما تقوليش كبرت بالنسبه لي زانستيتيسيون الاخرين نتاع الكوره معناتها ما خممتش الحقيقه ما نكذبش عليك تقول لي جمله لا ما خممتش معناتها حتى مجرد خاطر لا ما خممتش معناتها نتصور اللي رئاسة الجامعة التونسية معناتها يلزمها معناتها مش مجرد تقديم ترشح باش تكون رئيس يلزم برنامج كامل لأنه هذه بلاد كاملة وراك يلزمك تخمم باش الرياضة التونسية تنهض بها باش تغير اسكو انت كابابل باش تنجم تبدل المنظومة الرياضية باش تقدم بها القدام تمشي يزيها مركدة يزيها مقاعدة وهذه الأولى الثانية يلزم واحد يسوبوز لا كيستيون يقول شنو ما النتائج نتاع الكره اليوم يا اخي هل ترى بدلناها للاحسن ولا ما بدلناهاش واش يلزمني نعمل انا باش الكره النتائج نتاع الكره نخليهم خير واش يلزمني نعمل باش ناخذ كوب دافريك اللي احنا تو قدامت الاخرى معناتها اليوم تجدوها لازمها يلزمها تتجدد كوب دافريك نخدموا لها معناتها هات البرنامج اللي باش يخدم على بطولة افريقيا، هات البرنامج اللي باش نمشيو للدوزيام تور في الكوب دي موند. مش موجود هذا توا؟ لا انا مراش لا النتائج ما فماش، ما نعرفش موجود ولا مش موجود، اما النتائج ما فماش، ما وصلنالهوش. تعتبر مكتب الجامعة هذا اكيد في عدد التصريحات اكد انه تأهل المونديال تحقيق اول فوز في ضد بنما منذ 20 عام تقريبا ولا اكثر 30 عام تقريبا، ايضا تأهل نصف نهائي كاس افريقيا بعد مدة كنا غايبين، اعتبره انجاز. انت ليه ما تشوفش نفس الرأي؟ والله انا ما نشوفش الحقيقة بكل صراحة، كل احترام اللي عندهم الرأي هذايا، احنا تونس راي الناس تغزر لنا بعين كبيرة، راي ما عاد شكل بلاد سو ديفلوبي في نحكي في الكوره اللي باش نرضاو بها باش كي نترشح ولا نقعد ندمي فينال نتاع الكوب دافريك، راهو يظهر لي معناتها قيمه تونس ومستوى تونس اكبر بكثير من النتيجه اللي وصلنا لها، معناتها يلزمنا نكونوا حققنا نتائج اكثر. احنا مشينا للفينال نتاع الكوب دافريك ومشينا للكوب دي موند اما نستاهلوه. ماهوش انجاز وقت اللي عام 78 ترشحنا للكوب دي موند واحنا فريق بركي ترشح على افريقيا مش خمسه كيما توا، احنا ولينا كيف نغزروا التالي نلقاو انجازاتنا خير من اللي توا موجوده. كي نشوفوا كي تجي كون تي باس اون ريفيو جوارات اللي كانوا عندنا في 78 اللي مشاو يلعبوا في المكسيك خويا معناتها واللي مشاو يلعبوا في اي بقعه في العالم في اوروبا في لي ماتش اميكو كي تشوف الاسامي اللي تخلقت وكلهم بير موت وانسه 100% معناتها وصلنا احنا توا نعملوا نجنسوا في الملاعبيه باش يلعبوا معنا. اليوم صارت انتخابات الجامعه اكيد تبع شوي ما زلت تبع حتى بعيد تبع اليوم تبع ما اليوم مازال ما عندي حتى خبر عليها. سمعت اللي رئيس الجامعه معناتها ترشح؟ نعطيك انا الاخبار شنو هو؟ الاخبار اكيد هو متوقع كان باش يترشح باعتبار انه قائمه واحده، لكن الاخبار لهنا نسبة التصويت كانت 100% اليوم. هذاك هو. اش قال؟ هو كان متوقع راهو تو باش متوقع اي 100% ما كانش متوقع على خير. اي شنو باش ينتخبوا الاخرين؟ سمعت. شكون فماش قائمة أخرى؟ قائمة برك ولا؟ إي نجم محتفظ ما عادش بتقولش قائمة ما يصورش تو هذا كلام تو جي يحتفظ ما غدوة يعمل مشكلة مع الجامعة الجديدة مع الليستة الجديدة تو يكبوا له أيام ومن بعد ديمقراطية تو إي ديمقراطية من ديمقراطية تجي أنت ما ترشحنيش تحب نعاملك نفس المعاملة مع فريق آخر هذا المفروض يكون هذا لازم يكون ما عندهاش علاقة ما عنديش بك قناعة مش معناتها ما تعطينيش حقي سا سي ايديال الايدياليزم هذا معناتها نتاع انسان نقعد ننقد فيك ونقول لك في كلام ومن بعد نعاملك معاملة معناتها كيف الناس الكل انا راك عادي باش يرشحوا 100% يا خويا فك عليا من المشكلة غدوة معناتها ما يعطيني حتى بلوس ما يعطيني ممكن ما يظلمنيش ما يعطيني حتى بلوس ولهذا لا بوزيسيون تاع الجمعيات انا جو لا بلاد نتبناها انا كان جيت واحد ما نجيش ضد الجامعه تصوت الوديع الجري نصوت له باقتناع ولا على خوف بمصلحه جمعيتي انا باقتناع
وأنا نحكي إذا كان بصفة عامة بصفة عامة على مصلحة جمعيتي. أما هو توا الوديع إنه نحب نقول لك اللي كسب تجربة كبيرة برشا من الجامعة هذه. تبقى اللي أنا ننصح به كأخ معناتها وكإنسان تونسي يحب الكرة التونسية. عايت للجماعة عندهم تجربة خليهم يعاونوك. لأنه كما قلت أنا بكري راهو يلزمك تعدي الفيتيز تو تتعدى باش تونس تمشي للبالي سوبيريور وتمشي للتيتر وتمشي يا رسول الله تهات إفريقيا مرة قضيناها. كيما شكون مثلا؟ سامي الأسامي نجم يكونوا موجودين يعاونوا. برشا ينجم يعاونوا عندهم تجربة كبيرة. برشا عندنا خاصة الناس اللي عندها تجربة قديمة. تجربة طويلة في الرياضة. نسميه مثلا؟ نسميه لك عبد المجيد الشتالي، نسميه لك شو اسمه البنزرتي، الهادي البنزرتي، نسميه لك شكون تحب نزيد نسميه لك؟ منجي بحار؟ نسميه لك محفوظ البنزرتي، نسميه لك منجي بحار، لازم الناس تسميه. أنا ذوما جماعة اللي نعرفهم معبيين كورة واللي نجموا ينفعوا الجامعة التونسية، يمد لهم يدهم هو ما يجيوكش وحدهم. انت تمد لهم يدك وتعيط لهم وتاخذ خطرهم وتلمهم وتشوف كيفاش هما كومو يل كونتريبيو في الاسار دو سبورت في تونس. انا رانا السبور نتاعنا صفر وراك وحدك ما تنجمش عيط لهم الناس هذوما اولا، وثانيا تربح زاد محبه الناس لانه هذوما يحبوهم العباد. صحيح. فهمت كيفاش؟ تو ما ينجمش واحد يتكلم يونس الشتالي ما نجمش نسمي، علاش خاف لنا ننسى ناس راهو موجودين برشا. حمد هنية تعتبر اليوم وديع جري هو الانسب لقياده الجامعه التونسيه لكره القدم، هو الامثل. انا ما نعرفش كل الاخرين الانسب ولا الانسب، معناتها ما نعرفش كل الاخرين هكا. اي سامحني بالله اليوم ترش ما فما حدا ترشح. فما حد نعم فما حد تو هذا كلام وتقول لي شكون الانسب؟ خاطر يقال زاد انه القوانين اللي عملها وديع الجري اقصائيه على المقاس نتاعو معناها. والله ما نجمش نجاوبك. انا نتصور لو كان تخلقت ساعه كانك تقول في حاجه معناتها سبقت الاحداث، عمل حاجات باش تسبق الاحداث باش يضمن مكان وهكاش عم تقول. مثلا الشرط نتاع انه تكون عندك 4 سنين مسير على فيل معناها متاليين 4 سنين، شرط كيف الباك. هذا يساعدني انا عندي. عندك انت؟ عندي. ما اقصاكش معناها.